والله انا فكرت بندرها الصغير، قلت اللي مسويها ترى كنت اللي مسويها يا دكتور، يا فاهم يا عاقل يا متعلم. الشرط يقول اني ما تواصل مع اقاربي، وامل زميله بس. زميله حبيبه، انا ما لي علاقه بالموضوع هذا نهائي. شوف اسمع، انا مو باللي اتكلم معك، اللي تتكلم معك الوصيه، الوصيه لازم تنفذ بحذافيرها. اي غصب علي، ابي اطمن على امي. ها الحين ارتحت؟ تطمنت؟ ما زاد القلق قلق؟ كلام فاضي. طيب انت الحين تدري باللي صار معهم ولا وشو؟ طبعا انا ادري عن كل شيء، ولعلمك انا لي عين جوا، بس ابيك عين لي برا. اي لا تخاف تطمن، اذا صار ما صار لا قدر الله انا قريب منهم، بتدخل في الوقت المناسب. طيب الحين انا اكمل ولا وش اسوي بالضبط؟ انا اقول لا تكررها مره ثانيه، لان هذه اشتراطات وصيه، اذا اخلبها واحد منكم تعتبر لاغيه على الكل. ان شاء الله. طيب واذا بيطمن على اهلي وش اسوي؟ خالد السلام. عليكم السلام ورحمه الله. مالك؟ شكلك مش مبسوطة خالص. الراجل ده ضايقك في حاجة؟ مين مزعلني؟ أكيد يعني هو جت على ضايقني. عاية يدفع كالعادة. والله كنت حاسس ده الواحد على كده يعمل تمثال للناس اللي بتدفع مقدم. الشيخ تركي والشيخ مسعود يعطيهم العافية. طبعاً طبعاً يتعمل لهم تمثال، دول بيدفعوا مقدم قبل الميعاد. طب وبعدين يعني والحل؟ نترك فلوسنا اللي عندهم يا حسام؟ مين قال كده؟ لا مش هنترك فلوسنا، اما يجي الناس هسيح للناس دي، هسيح لهم كده، هفضحهم. حاجه تانيه ما انتش عايزك تقلق، انا من الفلوس اللي بره هتتجاب، والموردين انا هنزل لهم بنفسي واديهم اللي معانا، والباقي حبه حبه مع بعض، وهم ليهم على ابو عبد الله كتير، وابو عبد الله ليه عليهم كتير. ان شاء الله يعطيك العافيه، بس على فكره الكلام هذا ما يمشي معاهم ولا ياثر يا حسام، هذا كلام ما يهمهم. شوف عطيني باقي الشيكات والفواتير، خليني احسبها زين واشوف كم باقي لنا. طيب انا بقترح اقتراح، ان ام سلطان لازم يبقى عندها خبر بالموضوع ده. امي لا، انا ما صدقت انها تثق فيني وتخليني انزل المحل بدالها. ما ابغى اوجع راسها، اللي فيها مكفيها، انا بحلها ان شاء الله. اي صح، ابغى اسالك، احنا عندنا عطر سبيشل بس لنا احنا صح؟ الورد البري. الورد البري هذا كم باقي منه؟ اللي عندنا دلوقتي يكفي يا دوب شهرين. شهرين؟ طب كده نحتاج التركيبه نسويها زياده، تعرف تسوي التركيبه صح؟ لا طبعا، ما هو ابو عبد الله ما كانش بيدخل حد معاه. طب اسمع، اللي باقي هذا لا تعطي منه ابدا للتجار اللي ما دفعه. خالص، ده هيبقى حاجه خاصه بالمحل بس. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. ايش صار على الورق هذا؟ خلاص كويس راجعته؟ رجعته. يعني ما يحتاج اراجع انا وراك صح؟ لا لو عايزه تراجعي ممكن تبصي بصه برضه عشان تبقي مطمنه. انا والله خلاص ما فيني. اعمل لك شاي كشري؟ يا هذا الشاي الكشري. يلا.